ايه اللي عملته ده يا فتحي؟ عذرني يا حاج، بس انا بصراحه مش راجع هنا تاني. ليه بس يا ابني؟ بصراحه يا حاج انا خلاص مش قادر، لا قادر استحمل القعده في البيت ده ولا قادر اعيش في الجو ده. وانا قلت لبنتك شمس، قلت لها شمس هتيجي معايا اهلا وسهلا، المعززه مكرمه، هشيلك جوه عناي. بس هي بقى ردت وقالت لي ما اقدرش اخرج من البيت ده غير باوامر من ابويا. وده يزعلك؟ يزعلني يا حاج، يزعلني. انا جوزها وابو ابنها اللي جاي في السكه، يعني المفروض تبقى تحت طوعي، مطرح ما اروح تيجي معايا حسب ظروفي. يعني ايه؟ عايزه تعصي امري؟ لا يا حاج طبعا، بس في نفس الوقت ما تعصاش امر انا كمان. انت كل اللي يلزمك بيت هنيه تعيشوا فيه وحديكم. لا من ناحيه البيت ده يا حاج انا هاخد بيت طبعا، بس مش هنا، في اسكندريه. عايز تسيب البلد؟ حاج البلد دي مش بلدي، ما اعرفش فيها حد ولا ليا فيها حد، وبصراحه لولا جوازتي من بنتك شمس انا كان زماني في اسكندريه دلوقتي عايش وسط اهلي واصحابي. وبصراحه انا لقيت شغل في اسكندريه ومش ناوي اسيبه. وشغلك هناك يعني هيكون احسن من شغلك هنا؟ شغلي هنا يا حاج، وانا كنت بشتغل هنا حاج، انا كنت من الاخر صبي ليك، لمروان، لحسن، روح يا فتحي، تعالى يا فتحي. انا من الاخر يا حاج كنت هنا جوز الست شمس. على كل حال دي مرتك وانا ما اقدرش اعصيها عليك، واللي انت عايزه هو اللي هيكون. بجد يا حاج؟ بجد يا ولدي. ادخل. خبر ايه يا فوزية؟ ما شفتكيش من عشية. ايه؟ غضبانة من اللي انا قلته؟ ولا زعلانة على محروس؟ لقيت انا ومحروس في كفة واحدة؟ لا طبعا، محروس مين ده؟ محروس ده حيالله جوزي، يعني يروح ويجي غيره مليون راجل. انما انت، انت اخويا حبيبي اللي بتخاف عليا وعلى حالي ومالي، وانا عندي كام عبد الحكيم. انا ما قصرتش معاك يا فوزيه. قطع لساني لو قلتها ولا حتى خطرت في بالي. ريحت قلبي. يعني نزل مصر مش عايز حاجه؟ عايزك سالم غانم، يجعلك في كل خطوه سلام. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا، خلي بالك على روحك. مع الف سلامه. حسبي الله ونعم الوكيل. ما صدقتش نفسي لما كلمتني. ليه؟ من غير ليه؟ ريتال جالت لي اكلمك. خير؟ عايز تفتح شركه؟ مين قال كده؟ ريتال قالت لي على كل حاجه، وقالت لي كمان على الفلوس اللي معاها اللي انت اخدتها. يا كيف تقول لك حاجه زي دي؟ وبعدين انا محرج. انت لازم يبقى لك شغلك، انت كلها كام شهر وهتبقى اب، ولازم تحط بقى في اعتبارك ان اللي جاي ده هيسالك حقي فين، زي ما احنا بنعمل بالظبط. عن اذنك. مش عايز تعرف مروان فين وبيعمل ايه؟ مروان هنا في مصر مع فريدة اللي عندها أطيان قد كده في بلدكم، اللي تعتبر أغنى واحدة هناك. زي ما بيقولوا كده مروان ما يعرفش يمشي حافي أبدا. لو فضلت ساكت كده يا حسن وقلبك عمال يقولك إن أنت ما ينفعش تعمل حاجة غلط وما ينفعش تغضب أبوك وينقح عليك إحساسك بالذنب قوي كده، صدقني مش هتوصل لأي حاجة. عارف هتبقى عامل زي مين؟ تبقى عامل زي بابا الله يرحمه كده. أنا شايفة إن أنت تبدأ بتأسيس شركة دلوقتي، وأنا بقى هعرفك على اللي هينفعك قوي. وراك حاجة؟ أنا مفيش ورايا حاجة أصلاً. طيب كويس، زينب شوية وجاية، هنروح بقى للي هيبقى ظهرنا ويخلينا نعمل اللي إحنا عايزينه. زينب؟ آه زينب، فيها حاجة دي؟
أي عم إسحاق برا. خلي يجي. اتفضل يا عم إسحاق. أهلا أهلا. اتفضل. خير يا ست جبرية، قلقتيني، في حاجة ولا إيه؟ خير، كنت عايزاكي في حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أنا تحت أمرك، أؤمري. سؤال. أؤمري. بتقول لي؟ طبعاً والله لو سؤالك إجابته عندي لهقول لك طوالي. عبد الحكيم بينزل مصر، هيروح فين؟ أنت بتغيري علي ولا يا ست جبرية؟ يا عم إسحاق، هات يعني إحنا ملناش مصالح في مصر. عاوز اعرف بينزل يعمل ايه. لا ليكو. لينا ايه؟ شغل؟ تجاره؟ انا ما عرفهاش. نورني. لا ابدا، عبد الحكيم بيسافر يقعد لحاله يريح دماغه شويه من الشغل ووجع الدماغ، وبعدين لو عايزان ادلك على عنوانه وتروحي له انا ما عنديش مانع. لا مالوش لزوم. طيب تتمسي بالخير، عاوزه مني حاجه تاني؟ لا أنا لسه ما سألتش سؤالي. ما أنا جاوبتك على كل أسئلتك يا ست جبرية. ده كان استفساري عم إسحاق. أنا عارفة عبد الحكيم زين، راجل دغري، ها ملوش في الشغل العفش. خير. هو يعني سؤال صغير كت كده. أسئلتك كترت يا ست جبرية، وبعدين تحت أمرك اتفضلي. أنت يعني ما عارفك ناس أكابر في مصر، صح؟ صح. قل لي، هو العمدة ده مش بالتعيين؟ ايوه بالتعيين. صح، يعني اللي كان عمدة امبارح ممكن ما يبقاش عمدة بكرة. تمام مظبوط، انا عرفت دلوقتي انت بتفكري فيه، انت بتفكري مين اللي يستحق يبقى العمدة. تمام، اللي يجي عمدة لازم أن يكون راجل شديد، صح، راجل يحمي البلد، يحب أهلها، يراعي مصالحهم، ولا إيه؟ أيوه، ويطلع مين ده؟ هو في غيره؟ عبد الحكيم. كده بردك يا فتحي، هانت عليك العشرة، هانت عليك مرتك شموسة النوسة، هان عليك توحة الصغير. إيه هو اللي هن هن هن؟ أيوه هن يا أختي، هان. تعالي 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 أفهمك بس، هو مش ده يا حبيبتي اللي إحنا كنا عايزينه من زمان؟ بيت لوحدنا بعيد عن البيت اللي كله مشاكل ده. كده برضو كده تقول على أهلك وناسك كده بيت كله مشاكل، ويكون في علمك الولد ده ليه في البيت ده تمام زي إخواتي. يا ست افهمي بقى وفتحي دماغك شوية، من الآخر كده انت طول ما انت قاعدة في البيت ده مش هتطولي حاجة والله، كل حاجة يا حبيبتي رايحة لمروان وحسن. يا أخويا طف من خشمك، فلله ولا فالك، أبوي لسه عايش حسه بالدنيا. يا ستي ربنا يخليهولنا، كلنا بندعيله والله، بس هي دي الحقيقة. حقيقة؟ الحقيقة يا حبيبي إن أبوي وافق على كل اللي أنت عايزه. والله أبوكي بقى ده أنا احترت معايا وما بقتش فاهمه، بس عشان خاطرك يا شمس أنا وافقت أرجع، بس بشرط واحد. أشرط يا عسل. أول لما تخلفي وتومي بالسلامة إن شاء الله هنروح نعيش في اسكندرية، ده قرار. موافقة، بس اسمع القصيدة الجديدة. القصيدة الجديدة؟ أقول؟ قول يا أختي. بحبك يا فاتحي، بحبك يا فاتحي، بحبك يا فاتحي، بحبك يا فاتحي. أنت إيه اللي رجعك يا فاتحي؟ قومي يا بت، قومي نامي، قومي نامي يلا.